لا اكو سياسي يخاف الله بهذا الشعب لازم ينظر القبره باكر عقبه يرضاها على ابنه هسه يرضاها على ابنه اذا ابنه انقتل مو اني دا اقول لك بدوا يتاجرون ويزايدون انا قبل يومين طلعت وتكلمت احد الشخوص قال لي منو اللي بدوا يتاجرون احكيها مثل ما هي خلص اسمعني بس كل الاطراف كل شلون مو انا اقول هسه انت ارجع يقصد ملف مقابل ملف بالضبط احسنت ملفات شنو اللي يطلبون شو تمرر لي وامرر تمام سياسي تنطيني وانطي الشيعة هسه شو يطلبون ما اعرف ادخل للغرف المغلقة عزيزي هسه الشيعة بس شو يريدون استاذ محمد الشيعة الان الشيعة الان انا اليوم كمواطن سني او كرئيس قائمة سنية اقول يابا هذا عفو عام انا تعالوا اعفوا لي على الناس الابرياء الناس الكذا الناس الكذا لان هذا اولا انصاف للابرياء وثانيا مكسب سياسي زين مغنم سياسي اليه قائد الشيعة هنا عندهم طلبات اخرى من هذا القائد السني عندهم مكاسب في ملف اخر هنا اللي دا يصير الموضوع ولا العفو الخاص اللي صدر قبل كان 2016 كل اللي طلعوا ابرياء بالله عليك انا ارد اسالكم طلع. كل اللي طلعوا ابرياء طلعوا حراميه هسه احنا طلعوا حراميه مو اكو سراق حراميه مليارات الدولارات سرقوا طلعوا هسه حجاج طلعوا حجاج طلعوا راحوا للحج هسه ما حد يندق بيهم وراحت قوائم للضريبه العامه لحد هذولا الرفع موضوع الحجز على املاكهم لهم الصلاحية يبيعون يشترون كذا مليارات الشعب العراقي لا حد يزاود لي على ملف هذا العراق سياسيين. يحتاج إلى أناس شرفاء يديرونه